بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. سنأخذ آية في آخر سورة الحشر، يعني جمع الناس والجن على صعيد واحد. يقول ربي في الآية دي: بس تعلموا أنكم لستم من الخاشعين. لذلك نزلت هذه الآية لكي تظهر أن الخشوع ليس خشوع لمن يريد، بل الخشوع لمن فعل عاش الخشوع. Il a vraiment été dans l'état d'humilité, ni plus ni moins. أش يقول ربي في الآية دي، آية 21 من سورة الحشر: لو أنزلنا، شوف لو هنا، مش لو قال عليها النبي عليه السلام وحذرنا منها، قد تدخل عمل الشيطان هنا الناطق والرحمن. لو أنزلنا، أي خوذة حقيقية مسلمة، لو أنزلنا هذا القرآن اللي أنتم ناكرينه تدعون أنكم من المؤمنين به، من العامين به، من الناجين باتخاذه إماما، واتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام إماما، زاد منا ختم الله به الأئمة عليهم السلام. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ذكر الهيمالايا ولا جبال في أعماق الأكوان، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته يا حبيب الأول عليك الصلاة والسلام، لرأيته خاشعا، يعني إلي كونتري، يعني ما عنده شيء معك، سلم روح تماما، حاضر بين يديك ولا يغفل عن تلك الحضرة المباركة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته يا محمد عليك الصلاة والسلام خاشعا متصدعا مزلزل. وأنتم أنتم الحجارة في صلباتها ومظهرها وملمسها القبيح، متصدعا مما من خشية الله. وتلك الأمثال لبارابول ولا ليزامبل كو ديو دون نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أو جاتك البارابول وأنت عندك البارابول منذ أمد بعيد، فهل اتبعت بالبارابول حتى ترجع إلى البارابول الكورانيك؟ وأنا إذا كان وصلت لله فأنتم من الناجين بفضل رب العالمين، والسلام على الخاشعين بصدق وبخشوع للرحمن، والسلام.